النساء للناس الأحلى. ويا مساء الاناناس على احلى ناس، والله احلى ناس. انا ما عارف اقول لكم ايه بجد. هبدا الفيديو ده ان انا بشكركم جدا 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 على التعليقات والدعوات اللي دعوتوها لي، والله العظيم ثلاثه بجد، والله انا لا استحق كل هذا الشرف. ما عندكمش فكره يعني عارف، عايز اقول لك يعني جبر الخواطر، انتوا جبرتوا بخاطري. فربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله واحد واحد فيكم هيكبر بخاطره ومش هيكسر نفسه ابدا، وربنا هيقف معاكم علشان انتم تستاهلوا كل خير. كل واحد كتب كلمه ودعوه وتعليقات جميله قوي قوي قوي، كلها خير وبتدل على قلوب طيبه. انتوا ناس طيبين جدا، اخواتي في العراق كلامهم جميل، اخواتي في ليبيا، اهل اليمن، الاردن، فلسطين، العزيزة الأبية، والجزائر. الجزائر ناس منتهى الجمال، تونسة والمغاربة. أنا خايف يسقط مني حد طبعا، مش هتكلم شهادتي مجروحة في ولاد بلدي يعني مصر، يعني مش عارف يعني أقول إيه، بس يعني وتونس والأردن أنا مش فاكر يعني كتير، وليبيا مش عارف لو حد سقط مني يعني. أنا آسف، بعتذر. مفيش دولة، ومن السودان ومن موريتانيا. الكلام والدعوات والله أنا أقل من ذلك، والله العظيم أنا عبد من عباد الله الغلابة جدا، حجمي قد كده في الدنيا، وفي نفس الوقت أنا كل ذنوب وغلط وخطايا زي أي بشر ربنا خلقه، ولكن بحاول على قد ما أقدر جاهدا أن اللي أنا مريت بيه من مر وعذاب بالنسبة للهجرة الأمريكية دي، اللي شفته ما شافوش بني آدم يعني ما لا تتخيلوه. اللي خلاني طلعت مرة وقلت لكم عنوانك عندي، أقسمت من العذاب اللي شفته عشان يبقى عندي عنوان وكان عندي الضامن، لفيت الدنيا علشان واحد يضمني. والله العظيم كان في واحد، مش عايز أطول عليكم بحكايتي بس أنا عارف بتحبوا تسمعوا، يعني كان في واحد صديق كان عمه أو خاله في أمريكا من 30 سنة، كنت أنا بقى في الكلية في الأواخر من 30 سنة، فكلمته على الضامن لما كسبته وقال له ماشي، ويعني طب فين هو؟ قال لي ده هو هينزل بعد شهر وهيبقى في الساحل. خلاص ماشي، رحنا له الساحل. لما وصلت الساحل والله العظيم كان لسه الساحل ما تعمرش قوي يعني، فلما وصلت الساحل اللي موجود عنده في الفيلا بتاعته قال لا ده ركب وراح القاهرة. رحت القاهرة أنا وصديقي، بشكره طبعا إن هو برضو صبر معايا، ورحنا القاهرة ورحنا ونمت في الشارع في ميدان رمسيس علشان هو كان سهران، وبعدين جينا بالليل وصلنا عند البيت عنده. طلع صديقي ده خبط عليه وتقريبا اتكلم معاه وقال له يعني في معناه لا، طب كنت قلت ما كانش لسه بقى فيه على فكرة المحمول، ما كانش لسه يعني سمعنا عنه، وكان بقى اللي معاه تليفون محمول ده تقريبا كان الخط ب 1600 جنيه مصري، ومش عارف المكالمه ب 30,000 حاجه كده، ارقام اللي معاه ده حد غريب، وكان المحمول اياميها يعني ما شاء الله الجهاز كان قد كده اهو، بس اللي كان شايله يعني حد عظيم. ما عرفناش نوصل له وتقريبا قال له يعني خده وامشي، ده اللي وصل يعني. ونمت في الشارع اليوم ده علشان كنت مستني القطر ان ياخدني. شفت عذاب ووعود ومحدش حققها لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى اذن وكرم. بس والله العظيم ثلاثه حلفت بعد كده وعرفت اهميه الموضوع ده، قلت والله العظيم لو في يوم من الايام الموقف ده تعرض لي حد والله لا اقف جنبه. كل حاجه مريت في مرها في البلد دي، اوعى تفتكر ان هي عسل، انا بس مش عايز اتكلم في المر لان انتوا لسه في اول في الطريق. المر ده كله قلت هحليه بفضل الله لأي واحد هيحتاجه، يمكن لعل وعسى ان يدعي لي دعوة، وبصراحة انتوا بتدعوا لي يعني كتر ألف خيركم. فبشكركم مرة تانية لكرمكم وأدبكم وذوقكم الراقي الحقيقي، كلكم ناس طيبين، وفكرتوني وأنا بالمناسبة يعني، لأن أنا بحب أضحك معاكم وبحس إن أنا قاعد على قهوة، بس لغاية دلوقتي ما حدش عزمني بحاجة ولا حد طلب أي حاجة ولا سامع حتى صوت قهواجي حتى بيتنادى عليه بواحد مثلا أي حاجة، مفيش يعني، مش مشكلة. عموما كل المشاريب عندي لما تشرف.
فكان في فيلم لعلاء ولي الدين بيقول له ايه، كابتن كابتن هو كله ضرب 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 ضرب، مفيش شتيمه. انا وانا بدور في التعليقات اي واحد يوتيوبر مثلا بيدور يا ترى حد مش حبه، حد مش طايقه، حد عايز يقول له كلمه يعني ولا حاجه، فانا بقرا التعليقات بتاعتكم لمجرد ان انا عايز ارد عليكم. فبدور الحمد لله رب العالمين مفيش، فبقول لنفسي الحمد لله مفيش شتيمه، الحمد لله الناس كلها يعني ايه بتشكرني. وفي نفس الوقت انا عايز اعتذر لكم، بيني وبينكم يعني، بس بيني وبينكم لو سمحتوا انا مقصر شويه في الرد لان مشغول شويه هنا برضو، انا عندي هنا بزنسي وعندي هنا في نفس الوقت اسرتي، وبعدين الوقت اللي حضراتكم نايمين فيه انا صاحي فيه، والوقت اللي حضراتكم صاحيين فيه انا نايم فيه، فبالتالي يعني بحاول ارد والله على قد ما اقدر. انا بلاقي كل يوم اكتر من 500 تعليق في اليوتيوب. الفيسبوك بقى يا جماعه سكه تانية، انا بعيد شويه منه عن الدراما بتاعه اليوتيوب والهجره وامريكا والحاجات دي، واخد الموضوع هناك. اللي عايز يشترك في الصفحه يتفضل طبعا يعمل لي فولو هناك، واخد بقى امريكا بقى الجميله، المناظر، الحركات، الحاجات دي. برضو في نفس الوقت عندي تعليقات هناك، فبحاول ارد هناك وبحاول ارد هنا وبحاول احط معلومه لحد هنا تفيده في طريقه ان شاء الله ويجي امريكا، وهناك بحاول ارد مثلا مدعبه هزار بتاع يعني. معلش حقكم عليا، بس هحاول في الفيديو ده ان انا الم الدور شويه معاكم ونحاول نفهم، خصوصا اذا دخلنا بقى في مرحله خلاص احنا قربنا 8 نوفمبر داخل وداخلين بقى على خلاص يعني، يا ريت نقدم علشان خلاص الوقت بيخلص. في حاله اذا فزت ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها في حاله اني كسبت خلاص بقى الهجره وهعمل استماره الدي اس 260؟ انا النهارده في الفيديو ده في اخره انا داخل معاكم ساقطين كده ساقطه على طول على الدي اس 260 وهنملى الاستماره سوا. اي نعم انا ما عنديش كونفرميشن نمبر لاي كيس، بس هحاول افتح الاستماره علشان احاول اوريكم ازاي هنملاها وايه الاوراق المطلوبه عليها. طيب اول حاجه هتكلم فيها عايز اعرفك يعني ايه هجره عشوائيه. الهجره العشوائيه ويعني ايه هو عاملين هجره عشوائيه؟ امريكا عايزه معلم، عايزين ناس. ايوه طالبين ناس، كل سنه يقول لك مش هنعمل وبيعملوا. ليه بقى؟ ما عندهمش ناس هنا تخدم. من الاخر انا لازم اكون معاكم برضو، احنا عارفين احنا قاعدين صحاب. الموضوع فين الناس اللي هتخدمنا هم كده شعب عايز على طول، تلاقي هنا حتى الاسبان والمكسيكان ومن اوروبا هنا وهنا عايزين حد يدلعهم. ولو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ يا سيدي احنا موجودين ندلعك، بس احنا هاتنا واحنا هنتصرف معاك، ده احنا هندلعكوا دلع. فالمهم هم عايزينك، بس انت بقى معلم وانت داخل على الكونسول حاول تثبت له ان انت رايح مش تنتش وتجري. واخدين بالك؟ انتش واجري لا. لا 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 بعيد خالص بقى، انا رايح اقعد ورايح برضو بشهادتي ممكن اكمل دراستي وافيد البلد، انا جاي افيدكم واستفاد منكم وجاي قاعد. خدت بالك؟ فاطمنوا علشان هو في دماغه وهو بيقابلك انت جاي تاخد فلوس الضرائب، جاي تشفط وتاخد بقى الاعانه وتعمل لهم مشلول وما بتشتغلش فعايز فلوس البطاله وحالتي ايه. هو بيبقى قلقان من النقطه دي، هو مش عايزين الحته دي، فعلشان كده بيحاول يدور على ثغره علشان ينطرك. فلما تحسسه ان انت رايح تشتغل، انت بتحب حاجه مثلا في بلدك ورايح تنميها هناك وهتشتغلها هناك، ايا كانت الحاجه دي، المهم ان انت رايح تشتغل. فدي مهمه جدا بالنسبه في مقابلتك مع الكونسول، اثبات ان انت رايح تشتغل وتدعم البلد وتحبها وتقعد فيها ومش ناوي تيجي دلوقتي، وعلى قد تثبت بيزنس هناك وتعمل نفسك اسم وكيان والحاجات دي. يعني حتى لو انت بتضرب ايه كلام يعني 70% منه حقيقه، مش بس تحاول تقنعه بالحته دي. الحاجه الثانيه المهمه ان اللي انا عايز اعرفها لكم ان عدد الفيزات ال 50 او ال 55,000 اقل من عدد المتقدمين. فاذا كان رقمك طلع، انا بكلم الفايزين بقى خلاص، احنا دخلنا في مرحله الجواب جه بارقام الفايزين. هو بيبدا برقم 2023، بتبدا الارقام كده. فاذا كان رقمك فوق ال 40,000 حاول ما تزعلش مني، لان هتبقى مقابلتك بنسبه 5% يعني هتتعمل، مش ممكن ما تقابلش.
اللي هيطلع يا جماعة رقمه فوق 40 ما يزعلش مني، هتبقى المقابلة شبه يعني ما اضمنلكش. اقل من كده هيقابل ليه؟ لان حضرتك في واحد بيخش متزوج ومعاه اسرة كاملة 6 افراد، المفروض ان هي دي فيزا. لا هو لما بيخش بالستة ولو كسب وعدى بيسحب 6 تأشيرات، واخد بالك؟ الموضوع ده بقى هنا كام اسرة بقى بتخش، اللي بيكسبوا دول بيبقوا اسر، اللي بيقول لهم قدم هو وعيلته، فلو كسب وعداه الكونسول شوف بقى الاسره كام، 4 6 8، كل ده بيسحب من 50,000. طبعا الكلام ده بيحصل في مصر، بيحصل في الجزائر، بيحصل في تونس، في المغرب، لا لا لا، في كل الدول دي. فكل ده بيقلل ال 50 بيتسحبوا وهما بيبلغوا بعض، فاضل قد كده، فاضل قد كده. فانت باستمرار باستمرار يا ريت تدخل على الموقع اللي انت قدمت منه حاجه اللي هي اسمها ايه، اللي انت تعرف شهريا شهريا انت وصلوا الرقم كام وانت رقمك كام، وتعرف انت قربت ولا لا. اخدت بالك؟ النتيجة الشهرية دي على طول باستمرار كل شهر بتخش عليها وبتعرف باستمرار وصلوا لكام، وصلوا لكام، ودوري قرب ولا لسه. فاللي اقل من 40 ان شاء الله هيقابل، اللي فوق 40 يعني ضعيف جدا انه ممكن يقابل. وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه كلكم تبقوا ان شاء الله يعني اكبر واحد فيكم يبقى في الثلاثينات مثلا. في ناس للاسف يعني، حد بعت لي بيقول لي انا كسبت في هجره 2020، ينفع اجي؟ تنفع تيجي فين؟ تنفع تيجي فين؟ وكنت نايم عند مين؟ انت كنت واخد حاجه تقيله، نيمتك نومه تقيله قوي، تيجي فين يا ابني؟ ما خلاص يا حبيبي، ما خلاص كده، انت رحت خلاص، انتهت، ضاعت منك. تقدم بقى ان شاء الله بقى في دي، وربنا يسهلك الحال، وحاول ما تنامش بقى المره دي، الله يفتح عليك، علشان نلحق ايه نجيبك. لو هي هتبقى نوم كده يبقى احسن ما تجيش. ففي ناس كتير ما بتبقاش عارفه، بتبقى قدمت ومش متابع ومش عارف ان هو كسب، فده طبعا ما تتحسبلوش. ازاي يعني تتحسب لك؟ ده من ضمن الحالات. في ناس كمان يا جماعه بتبقى امكانياتها الماديه، وبصراحه انا عاذرهم، اللي طالبينه، انا هكلمكم دلوقتي للمصاريف عشان جاني سؤال المصاريف هتبقى كام، هنقول كله يعني، خد بالك كل حاجه هتعرفوها دلوقتي. فبيبقى امكانياته الماديه لما بيجي يحسبها رب واسره، ويعني داخله بصراحه في 8-9 آلاف دولار، يعني مبلغ قوي جدا. ده هو لو حولهم بعمله بلده ممكن يعمل له مشروع صغير، ورب هنا رب هناك، ولكن ما بيقدرش، فبالتالي ما بيكملش. فده بيخلي برضو يعني، عارف، في ناس بتاخد فيزات اسر وفي ناس ما بتقد، يعني الموضوع بيشيل بعضه، في ناس ما بتاخدهاش وناس بتاخد وكده يعني. فبالتالي عندك دي حاله من الحالات اللي هو ما بيقدمش. وفي ناس بتبقى في المقابله وبتسقط، ما بيقنعش الكونسول ان هو هيفيد البلد، او كذاب. ودي مهمه جدا، اوعى استمرت ال DS260، اوعى بقى تنسى انت كنت كاتب ايه في الاستمارة الاولانية، عشان ايه المقارنة هتتم يا استاذ. ولو طلعت كذاب يبقى انت كده طارت منك، مفيش. الحالة الوحيدة اللي في ال DS260 اللي بتتقبل حالات معينة، زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا قدمت الهجرة وكانت مراتي حامل وما خلفتش، فانا قدمت انا وهي خلال الفترة دي جابت بيبي. طب هنعمل ايه؟ اهو ده بالظبط هيحصل تغيير، ان بقى في بيبي، في تغيير هنا، هنغير في الاستمارة هنا. واحد كان ساكن في العنوان الفلاني ونقل الفترة التانية، عبل ما جاء قابل في تغيير في العنوان حصل، اخدت بالك؟ عايزين بقى نغير العنوان، ممكن نغير العنوان. الحالات اللي شبه دي هي دي اللي بنغير فيها. كان واحد كان متزوج وطلق، وارد، فبيكتب. وفي العكس بقى، اللي هو كان خاطب ايام التقديم وخلال الفتره دي ربنا سهل والخطوبه بقت زواج، فساعتها هيكتب في الدي اس ان هو تزوج وممكن يقدم هنا مراته معاه، تبقى فرد، فساعتها ممكن ياخد تأشيرتين. فده من ضمن الحاجات اللي احنا بنغير فيها وبنعدل في الدي اس. اكتر من كده حاجات يعني مش عايزين نفتح معاهم ملفات ونخش في متاهات، لان هم ناس بيتلككوا واحنا مش عايزين تلكيكات.
في شاب بعت لي قال لي انا 16 سنه وعايز اسافر، ووالدي منفصل عن والدتي ومعاهم جواز السفر ومش عايزني اسافر، طب اعمل ايه ازاي عشان اجي؟ طبعا هو شاب على عيني وعلى راسي، انا فاهم كده كويس، ولكن حبيبي انت صغير جدا جدا اساسا، قاصر، دي نمره واحد. نمره اتنين، بدري قوي انك تفكر في السفر، وانك بدري جدا، ده انت لسه في الاعدادي، فطبعا ما ينفعش. ففي اسئله يعني انا بحاول بقدر الامكان بروح طيبه ارد عليها، لكنها بتبقى ساعات يعني غير متوقعه، واجابتها بتبقى صعبه شويه، يعني مش عارف. الحاجة التانية اللي برضو بالنسبة للأسئلة اللي بتسألني واللي هي برضو بتهمكم جدا، يعني السؤال اللي بيقول أنا دلوقتي عايز العنوان علشان أروح عليه وأشتغل ويشغلني ويوديني ويجيبني، عنوان إيه اللي تشتغل عليه ويوديك ويجيبك؟ ده احنا بنقول يا رب نلاقي عنوان. يعني انا لما قلت لكم عنوانك عندي يعني ده علشان انا حسيت ومريت بظروف اللي مرهم واللي تعبهم، لكن يشغلك مين؟ ده هو العنوان اصلا مطلوب ليه يا جماعه؟ العنوان مطلوب علشان بس يوصل لك عليه الجرين كارد بتاعك. انت ممكن تديهم عنوان ومش ساكن فيه، يعني انت ممكن تديهم عنوان وتروح تنزل تسكن في مسجد عشان بس تعرف ان الجرين رايح لهم. هم عايزين يعرفوا هنبعت لك الكارت الاخضر ده فين، نبعته فين، عند مين، نبعته كده في الشارع ولا مين؟ فانت بتديهم عنوان حد يوصل له بس، وبعد كده ممكن هو يكلمك يقول لك جوابك جه بتاع الجرين كارت تعالى خده، لكن هو مش ملزم هذا الشخص ان هو يشغلك ويأكلك ويشربك ويعمل لك الحاجات دي. فده هو العنوان، العنوان مطلوب عشان بس الكارت يجي لك يروح على المكان ده بريد. المشكلة بقى اللي أنا عرفتها واللي تهمكم جدا جدا جدا، ألا وهي موضوع الضامن المالي اللي هو اسمه الأفيدافيت أوف سبورت. الأفيدافيت أوف سبورت ده يا جماعة كان على أيامي، ومشكلة المشاكل الحمد لله هو مش موجود في مصر، وفي مجموعة من الدول الأخرى اتشايل خلاص، يعني بقى له في مصر كام سنة كده وفي كام دولة، بس أنا عرفت أنه موجود في الجزائر وموجود في تونس وموجود في كذا دولة. في حد ومش هنذكر أسماء طالع بيقول لك أنا عندي ليكو الضامن والحاجات دي وعايز 3000 دولار. تخيل يا عيني لو الشباب اللي زي حضراتكم الناس الطيبة المحترمة دي يا عيني وعندها الحلم والأمل وقالت لك 3000 دولار خلاص ما هو هيبعت لنا الضمان عشان نيجي. تخيل هو لو لمله 100 فرد في 3000 دولار، انتوا خليتوه مليونير في نصباية، وانا بقول في نصباية لانه مش هيعمل لك حاجة. تعال بقى عمك المصريكاني ويقول لك ليه مش هيعمل لك حاجة، علشان اللي مطلوب من الافيديفيت ده الضامن ده شخص لازم يعترف في ورق موثق مختوم نوترايزد كده عند محامي ان هو بيقول اقر واعترف انا فلان الفلاني ان الشخص اللي جاي امريكا ده في عهدتي 3 سنوات انا مسؤول عنه في اكل وشرب وغسيل ومكوى وفطار وحياته 3 سنين تحت مسؤوليتي. لو اتعارك عركة واحدة وضرب واحد هو اللي هيتجاب، قالوا تعالى فلان الفلاني ده لسه بيقول انت اللي مسؤول، تعالى شغل انت مسؤول عنه علشان ما يروحش يقول لهم انا عايز فلوس. ما انت الضامن، اسمه ضامن، ضامن المالي او المادي، انت ضامنه، يعني انت ابوه من الاخر، تأكل وتشرب وتلبس وتكوي وتعمل كل حاجة، ولو زعقلك كمان تقول له حاضر لان انت مضيت على ورقة 3 سنين خايف منه. تعتقد ان في واحد هياخد 3000 دولار ويديك رقبته؟ فكر معايا علشان انا بحب اتكلم معاكم بصوت. مين ده؟ هو بس عايز يلسع 3000 دولار، جاله 10 تنفار 20 30 اللي جاله اهو رزقه، عمل سبوبة واختفى. خلي بالك
أرجوكم خلي بالكم من النصبات الصغيرة دي اللي بيلعبوا على مشاعركم وأحاسيسكم ورغباتكم وعلى شوقكم إن انتوا حاسينوا مستقبلكم. هو بيلعب على الحتة دي ويقعد ويكلمك إن هو وبتاع، وهو أصلا كان جاي مترحل من بلده وطلع التلاتة عينه ومضروب ومتبهدل، وفين وفين لما لقى واحدة اتجوزته وقعد سنين العمر في الشوارع مش لاقي لا ياكل ولا يشرب، علشان في الآخر يقولك أنا بقيت أمريكان سيتيزن. 3000 دولار. احترس صديقي صديقتي، يا ناس يا غلابة يا طيبين اللي عايزين تيجوا تبدأوا مستوى جديد وحياة فاضلة، اوعى تصدق واحد. مفيش حد يقدر يضمنك، مفيش. انا شفت الامرين علشان الاقي الضامن ده. بص يا ابني، لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك تيجي هيجيب لك الضامن ده في لحظة. مفيش واحد فينا ما عندوش في أمريكا واحد، مفيش أسرة ما عندهاش من بعيد. هدور في العيلة، في عيلة العيلة هتلاقي لازم حد موجود. مفيش، في جميع الجنسيات لازم هتلاقي واحد. حاول توصل له وتتواصل معاه وتحاول تتودد إليه وتطلب منه الموضوع ده، وإن أنت يعني لا هتتعرض له ولا هتسأل عنه ولا هتسأله على فلوس ولا على شغل، بس إذا كان الشرط ده موجود في بلدك أنت محتاج الضامن ده جدا. وانا عارف ان هم حاطين عقده، هم حاطين عقده مش عشان يطيروك، لا هم حاطين عقده عشان ما تقول لهمش هاتوا دولار. الدوله الامريكيه مش عايزك تاخد سعر، لان انت من حقك اعانه بطاله، بس هو مش عايزك تيجي من اولها. انا عايز، لا انت المفروض تيجي تدي. فده بالنسبه للضامن، على قد ما تقدر ابذل مجهود وحاول توصل. اتكلمنا كده على الضامن، اتكلمنا كده عن الرقم والكيس نمبر بتاعك لو كان كبير. بالنسبة بقى نتكلم بسرعة في عجالة على المصاريف، المصروفات، عشان كتير بيسألني اتكلفت كام، هتتكلف كام. بص يا سيدي، انت هتطلع استخراج الاوراق، انت الاوراق بتاعتك وهتترجمها. اولا هنقدم ببلاش، تقديم للدي اس 260 مجانا، وده مش هندفع فيه فلوس. في الأوراق بقى وترجمتها وتوثقها، يعني بالنسبة للفرد الواحد تقريبا أنا بحط أفريج يعني متوسط لكل الدول يعني العالم كله العربي، الفرد هيخش تقريبا في 50 دولار الفرد الواحد. الكشف الطبي هيبقى تقريبا في حدود 150 دولار. يوم المقابلة كمان بقى، يوم المقابلة هتدفع ثمن المقابلة اللي هو الفرد الواحد 330 دولار، وهتدفع للجرين كارد 220 دولار. اجمع معايا بقى كده وامشي معايا واحدة واحدة، فهتلاقي ان الشخص اللي هو لوحده العازب هيخش في حوالي 700 دولار مصاريف، مصاريف الهجرة لغاية لما يخش يقابل ويدفع المصاريف بتاعت الجرين كارد ويدفع تمن المقابلة، فهيخش في تقريبا 700 وشوية فرد الواحد. طيب بالنسبة للمتزوج هيبقى تقريبا في حدود 1000 دولار، ومعاه الأسرة بقى كل ما يزيد عدد الأطفال كل ما هنزود فلوس. لو عنده بيبي صغير، بيقول لي أنا عندي بيبي لسه بيقول واء في سنة وعنده يوم، أخذ 330 دولار حضرتك هتدفع. أيوة 330، هتدفع 330 دولار. فهتبقى الأسعار بالنسبة للمتزوج وعنده عيلة بتزيد. ده بالإضافة إلى مصاريف الطيران، لازم تعرف في بلدك بقى الطيران بيتكلف كام، أو الطيران أهو فوق. مش عارف، أنا الهليكوبتر من ساعة ما عدت وهو عمال يلف في المنطقة ومزاولني، وحاسس إني بعمل حاجة غلط أو إن أنا بكلمكم ومتضايقين إن أنا عايزكم تيجوا. ممكن أكمل معاهم الحوار؟ اتفضل اتفضل. المهم يا رجالة، فالطيران والمعيشة هنا والإيجار لازم يبقى معاك فلوس لشهرين، خد بالك على الأقل يعني شهرين يكونوا معاك سيولة، علشان بس إيه ما يعني ما تتزنقش وتبقى إيه يعني الأمور ماشية معاك يعني إن شاء الله سليمة يعني وبطيئة. لكن خلي بالك ومن غير زعل، أنت ممكن تدفع الفلوس دي كلها اللي هي 700 للعازب والألف وشوية، ولو اترفضت الفلوس دي عشان محدش يسألني رايحة للأسف الشديد هياكلوها حكم القوي. هنعمل ايه؟
هياخدوها لو ما اتقبلتش، ما فيش حاجة اسمها رجع لي لا خلاص، انت لكنك طلعت تلعب لعبة وخلاص. وان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله تاخدوا فيزاتكم بإذن الله، ما تدش فلوسكم عليكم خالص ان شاء الله. كده اقدر اقول ان انا اتكلمت عن كل حاجة تخص الاستمارة الدي اس 260، وبعد كده احنا داخلين دلوقتي حالا، هنخش حالا دلوقتي انا وانتم ازاي نملاها وايه الاوراق اللي مطلوبة نحضرها فيها. الفيديو اللي جاي فيديو خطير خطير، يعني تقولوا بقى انا قلبت شبح عملت ايه، ما تحدش يسأل. احنا دخلنا السفارة الامريكية في مصر بناس وعملنا اليوم بتاع المقابلة هتقابله ازاي. الفيديو اللي جاي ده للذكريات، ده تتذكروني بيه وللأجيال اللي جاية وتحتفظوا بيه لأولادكم. المقابلة هتمشي ازاي، ولما هتروح تقف في الطابور في الشارع في مصر ودخولك جوه القنصلية وانت قاعد مستني وهيتنادى عليك، وهنجيب القنصل كمان وهي واحدة ست، كونسل ست يعني، وهي بتقابل وهي بتتكلم وهي بتدي الفيزا، وهتشوفوا يا جماعة هتشوفوا كل حاجة لايف لأول مرة في حياتك. هتتفرج على مقابلة هجرة لايف داخل السفارة الأمريكية، ما حصلتش ولا هتحصل، والحمد لله بفضل الله. يعني ده الشغل ده يعني بفضل الله عليا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عليا، لان انا عايز اساعد الناس، وربنا سبحانه الله سبحانه وتعالى بيساعدني عشان اساعد الناس. اي سؤال يا جماعه في الهجره من اول ما بدات، انا عامل تقريبا 5 فيديوهات عن الهجره، ارجع لاول فيديو واتفرج عليه وتابع علشان تعرف السلسله من الاول، علشان ما تزعلش مني لو اتاخرت عليك في الاجابه. الفيديوهات كامله بتاعتي من اول، ده انا جايب الكونسول عمل وقال لكم ده اتكلم عربي، ده انا جايب فيديو الكونسول اتكلم بالعربي وقال لك تعمل ايه، فاتفرجوا عليها. بالنسبه للي هم ما تابعوش الفيديوهات اللي فاتت يتابعوها. بالنسبه اللي عايز يا جماعه يتابعني على الفيسبوك يتفضل، يعني بنهدي الجو شويه عن الهجره وكده، لسه من كام يوم منزل لكم فيديو لان انا كنت عايز اهدي معاكم الجو عن الهجره شويه والاسئله والتنشنه اللي انتوا فيها، فكنت نازل اعمل شوبينج للبيت عندي وحاجات يعني واشتري بضاعه وكده، وقلت والله ما تفتح الكاميرا وصور نفسك كده وانت بتشتري بقى خضار ولحمه وفاكهه ووري الناس المكان وكده. بس اليوم كان شتاء، انا اسف بعتذر لكم جدا، التصوير كان وحش لان كانت الكاميرا مغيمه، فكان شتاء شويه فكانت في شويه غيامه في التصوير، بعتذر لكل واحد قال لي ان التصوير ما كانش جيد يعني للدرجه يعني، فحقك عليا معلش، انا اسف بعتذر مره تانية. ان شاء الله يعني التصوير اللي جاي هيبقى افضل، وبنحاول شويه هجره وشويه كده والحياه في امريكا، يعني عايز اخدكم جوه البلد شويه وندردش. يعني مره تانية بشكركم جدا جدا جدا، وتعالوا بقى ندخل جوه يلا بينا على استماره الدي اس 260، ازاي هنملاها وازاي هنحضر الاوراق اللي مطلوبه مننا خطوه بخطوه في الفيديو بتكمله الفيديو ده. وقبل يعني عشان هنخش على طول على الاستماره، فعايز اقول لكم مره تانية بشكركم على كل الدعوات الطيبه، بحبكم جدا والله العظيم، وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله، واشوفكم هنا واحد واحد. اللي هيجي يكلمني يا جماعه، واللي هيكسب يكلمني، واللي هيوصل نيويورك او فلوريدا يكلمني عشان عايز اروح اسلم عليه، ولو عايزني والله اجيله المطار اجيله واستقبله على عيني، لان انا ما جاش حد استقبلني غير واحد بس، يعني كتر خيره وقف جنبي في البدايه. فان شاء الله اقف جنبكم باذن الله للي هيحتاج اي مساعده. وقبل ما ننهي هنقول ايه، يا مساء الاناناس على احلى ناس.